مساك الله بالنور. شلونك؟ الحمد لله. ما بدينا بشيتين. المكان مكان صعب، لأن لما الواحد يعيش يفكر بأم مصابة بالسرطان وأبو بسبب الموضوع أصيب سرطان منتشر في جسمه، وأنا اللي معاهم في البيت، ما حد أي حد ما في أي شخص يتقبل ظناء يكون بالسجن. صعبة، وأنا أدري هم تحملوا شيء أكثر، يعني يمكن أنا دشيت المكان شوي كان رحمة أني ما أشوف التشهير اللي صار بالسوشيال ميديا، الكلام اللي طلع هم تحملوه، ومع كل هذا الحمد لله الحمد لله هم معاي، يعني من بعد رب العالمين هم سندي، هم أحزام ظهري، هذيل هم أهلي. بس صعبة، يعني أنا أدري بنبرة صوتهم، طبعاً أمي وأبوي هذا من سبب المستحيلات يجوني أو يزوروني، شيء صعب، لأن أنا الوالدة فيها القلب، فيها الكانسر، فيها الضغط، فيها السكر، الوالد فيه سرطان بالرئة ومنتشر بالجسم. يعني أنا حتى لما أفكر دائماً كنت أقول لهم يعني من بعد السجن شنو بيصير أقوى غير أني أفقدكم أنت والاثنين. أنا ودي أتكلم عن موضوع يفتج هني داخل السجن. شلون يعني وجهوا لك هذا الاتهام، ومتى، وشلون صارت السالفة؟ أي نعم، أنا ما أقول أخطأت، كل مخطئ لازم يأخذ عقابه. أخذت مبلغ وبلغت شخص معين في البنك وعارف بهالشيء، وبلغت أهلي وقالوا لي إن شاء الله راح ينحل، يعني ما راح تصير مشكلة، ما راح تصير بلبلة عادي. الأساس أنا كانت وقت إجازتي إني بسافر، فكنت مسافرة مع ولد أختي، فجأة يعني تليفون قالوا لي لا تخافين إذا يوش الانتربول. زين أنا أوردي يعني بلغة خلاص، يعني عطوني نوعا ما الأمان، أنا مو رايحة منحاشة، اللي بينحاش ما يروح ديرة في الانتربول. انصدم إنه يطقون باب الفندق مرتين، أول شيء يسوون روحهم إنه بيجيكون على التكييف، ثاني شيء دشوا تقريبا 7 ريايل كان يقولون احنا الانترب وياين ناخذك. اني احس خلاص، يعني في امور وايد من صار موضوع الانتربول ما اتذكرها، لان كنت نوعا ما تحت صدمه، يعني شيء اول مره يصير بحياتي. حققوا معي، سالوني كم سؤال واساس يردوني الكويت. رديت الكويت بالطياره. احجزوك هنا؟ اي. وين احجزوك؟ في مكان ما ادري وين، مكان يعني نفس يعني شيء مكان نوعا ما يخرع. كلمت اهلي، كنت منهاره مو قادره حتى يعني افهمهم او حتى اكلمهم عدل. وصلت الكويت، خذوني من المطار على مباحث السالميه. كان هذا الحكي يوم الأربعاء تقريبا، مباحث الجنائيه. إيه. بعدين صارت التحقيقات مع النيابه كل يوم من الأربعاء، خميس، الجمعه، السبت والاحد. وكانت نوعا ما انا يمكن ما قاعده اكذب ولا بالغ، انه في امور ترى صارت ما اتذكرها، ما انكر اذكر اني نهر، بس كان يعني ما كنت ادري. فجاه يوم الاحد تتسكر موضوع انت متهمه بمبلغ قيمته، اول شيء قالوا بالمباحث 500,000، بالنيابه قالوا 600,000، وبعدين احلت للمركزي. هذه حاله المركزي كانت انهيار، يعني شيء صعب. جيت هني طبعا يحطونك بمكان شوي منعزل عن الكل في البدايه، مكان اول مره صعبه ما راح تتقبل، يعني بالنهايه انت تسمع السجن. انا شفتك اول يوم وانت داشه اشوفك مصدومه، تحاكيني وانت مصدومه. اي لانه مو شيء سهل يعني، وشيء ويعني كيف كان المركزي صعبة. اول يوم عزلوك، عاطينك العزل والفحص الطبي اي نعم. انت اول درجه كم خذيتي؟ طبعا القضيه طولت، انا دشيت 2015، قعدت تقريبا 57 يوم، وقبل تاريخ 16/4 دفع المبلغ اللي مثبت عليه اللي هو 34,000 تم دفعه لوزارة العدل. هذا من أول لحظة؟ من أول لحظة، وتم إخلاء سبيلي بكفالة 5,000 دينار.
طلعت واستمرت القضية بالضبط 4 سنوات و6 أشهر. 4 سنوات و6 أشهر وانت قاعد تفكرين بس بالقضية؟ أنا أفكر، مو أفكر أنه يعني ما أبي أدخل هالمكان مرة ثانية، يعني أبي حريتي، أبي أمارس حياتي الطبيعية. وأنا ما أنسى في شخص كان في الجهة اللي كنت أشتغل فيها قال لي كلمة ما أنساها، قلت له يعني أنا الحين شنو راح يصير فيني؟ يقول لي أنت إذا متزوجة قولي حق ريلك باي باي، أنت بس بتطلقين، وإذا أمك وبوك زينين شوفي ايش بيصير فيهم. يعني هذا ليش قاعد يسوي كذي؟ ليش؟ فعلا دمروا حياتي فعلا. بتقول لي لا، بالكويت مجتمعنا البنت اللي تدش سجن خلاص هذه حياتها انتهت. لا تقول لي لا، هذا الكلتشر اللي احنا عايشين فيه، هذه معتقداتنا، هذا الشيء خلاص. يعني انا اهلي يعني والله ودي بس اقول يعني سامحوني، انا ما كنت ابي احطكم كذي بهالموقف. يعني لما احضر اول جلسه وكنت بالسجن كلبت شات بالايد والريل، متخيل لما اهلي كلهم بالقاعه من عيال خالي من خالاتي ومن اخواني يشوفون منظر بنتهم كذي، شنو اول درجه ايش كثر حكمتي؟ بعدين الحكمت 15 سنه مع مبلغ 1,800,000.